درسنا حتى حنا فريق انتفاع حسني جيدا، عرفنا المباراه غتلعب على جزئيات، الحمد لله اتفقنا في القراءه تاعتنا كما اتفقوا اللاعبين يعني انهم يطبقوا التعليمات. تنظن انه ممكن انا شخصيا تنظن حتى الجمهور ديالنا يكون فخور بالاداء ديالهم وبالقتاليه تاعتهم الى اخر رمق. انه زابا مونكي بوكو دو شوز، كان خاصنا واحد شويه الشونس بوتيتر واحد شويه الحرفه. تنظن انه فريق الدفاع الحسني الجديد راه هو الفريق يعني الفائز بالكاس، ما فاش به ان عبثا. تنظن انه عنده مقومات خاصه في مثل هذه المباريات الفاصله. كذلك تحيه كبيره للجمهور ديالنا اللي رجعنا في المباراه وساندنا كما قلت، ولكن اهم نقطه هو انه اللاعبين ديالنا ما يمكنش نعذبهم عليهم شي حاجه، لانه ماشي عطاو كل ما عندهم، عطاو بليس كل ماكسيموم. اي جو سوي تري تري فيير دو مي جوار سو سوار، لا على الانضباط ديالهم وعلى انهم تفانوا في الدفاع على القميص تاع فريقكم مراكشي. كما قلت مالوروزمون نو زامون كي واحد شويه تاع الحظ وشويه الحرفه، اون بو با بارلي ني داربيتراج ني دو تيران ني توقيت المباراه، هذه اشياء داخله في اللعبه وهي على الطرفين. بعض الاحيان تتكون في صالحك بعض الاحيان ضدك، ولكن جو كرو كو جلوبالمون دينا مباراتين ماشي فقط هي مباراه اليوم، حتى مباراه جديده الا درنا التحليل ديالها فتظن انه وقفنا الند كنا في بعض الاحيان اكثر من هذا الشيء. مالوروزمون يعني كان تنمنيو النفس اننا نمشيو بعيدا، ولكن كرة القدم هي تنتقبلوا على مضض كما قلت لها القرارات ولا النتيجة، ولكن اون دويتر سبورتيف ونهنيو فريق الدفاع الحسني الجديدي على التأهيل ديالو. كنت بغيت نقول لا فيكتوار، ولكن حنا ربحنا مباراة وما ربحوا مباراة، ولكن تيبقى عامل الفرق تاع الهدف اللي تسجل سي لو كي في لا ديفيرونس. اون فا بروندر لو تون دو سو روبوزي بيان سور، لو ماتش تاع اليوم ري فايتر تري تري بروفون بالنسبة لنا، اون فا اسيي دو سو كونسونتري ان شاء الله البطولة ديالنا.